آلاف توافدوا على ميدان الشهداء في طرابلس لإحياء ذكرى الثورة الليبية، مؤكدين تمسكهم بأهدافها بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن إحياء هذه الذكرى من خلال احتفال كبير، وسط انتقادات من مواطنين وسياسيين بإهدار المال العام عبر هذه الاحتفالات. بالنسبة هذه ثورة لكل الليبيين ماتوا عليها شهداء، بالنسبة لي هذه مش احتفالية، هي زي ما تقول حاجة تعبر على قلبك. الشعب متحرك من أجل الوطن ومن أجل الحرية ومن أجل العدالة ومن أجل الكرامة ومن أجل الهامة ومن أجل الوطن. حتى الآن لم تتحقق بناء الدولة، تحقق الهدف الأول الذي فتح الطريق للجميع في أن يشاركوا في بناء الدولة. لكن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا أعلنت أنها لن تحتفل بذكرى ثورة 17 من فبراير تضامناً مع مدن شرق ليبيا التي تضررت جراء السيول والفيضانات التي أصابتها العام الماضي، رغم إشراف هذه الحكومة على احتفالات بافتتاح عدد من الطرق والجسور خلال الأسابيع الماضية. مقام به حكومة السيد حماد هو شيء إيجابي وشيء واقعي جدا، تماشيا مع ما تعانيه الدولة الليبية من أزمات وكوارث فيها، هي في حاجة إلى كل دينار ليصرف على إعادة الأعمار لا إهدار في مظاهر احتفالية. الولايات المتحدة وعبر مبعوثها الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أكدت التزامها بدعم الليبيين من الشرق والغرب والجنوب في جهودهم لتحقيق تطلعاتهم لاختيار حكومة موحدة تضمن التنمية المتساوية في البلاد وتعزيز السلام والازدهار. وسط هذه الاحتفالات هنا في طرابلس لم تغب الأصوات المنادية بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. رفت بالخير، الحرة، طرابلس.